أوقف مشروع غاز الشيست، صرخة فزع أطلقها خبراء في الطاقة وجمعيات بيئية. جمعهم الخوف مما يمكن أن يحدثه هذا المشروع من كارثة بيئية على جميع المستويات، بعد ترخيص وزارة الصناعة لشركة شيل باستخراج هذا الغاز. اليوم يرجع لنفس الشيء ويقول وأن الحديث عن مخاطر الغاز الشيست هي من باب الإشاعات. أنا أعتقد وأنه بالنسبة لوزير منها الصناعة حاشين يما يحكي على حاجة ما يعرفهاش، وهذا في خطر على تونس، وإلا يحكي على حاجة ويعرف خطورتها ويحب يخبيها. أولا نصح المعلومة أن وزارة الصناعة إلى حد الآن مازالت ما عطاتش حتى ترخيص، غاية ما في الأمر أنه المؤسسة هذه شركة شيل قدمت بطلب إلى الوزارة. شركة شيل تقدمت بطلب للتنقيب عن هذا الغاز ومكنتها وزارة الصناعة من ذلك، قرار اعتبرته بعض الأطراف عار من كل الأشكال القانونية. ما حتى إطار قانوني يخليهم أنهم باش يعطيو رخص بالنوع هذا، يعني يلزم يكون معناها نص واضح إطار قانوني لاستخراج المحروقات الغير تقليدية. تم النظر في المطلب هذا على مستوى لجنة فنية اللي موجود فيها كل الوزارات المعنية. غاز الشيست هو غاز ثقيل يتم استخراجه من بين الصخور الكائنة في جوف الأرض في عمق يصل إلى 4000 متر. عملية الاستخراج هذه من شأنها أن تتسبب في عدة مخاطر. نعتبر أخطر حاجة في استخراج الغاز أو الزيت الصخري هي مشكلة التصحر اللي تجم تولدها. نأكده لك هو كون القرار النهائي راهو باش ياخذ بعين الاعتبار هل التخوفات هذه كل. غاز الشيست هل هو شبح يهدد الأجيال القادمة أم أنه المنقذ من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والحل لتوفير مخزون احتياطي؟ أنا في اعتقادي الحكومة اليوم قاعدة تحب تلم شوية فلوس، هاي بيع معناها الصراورتان، هاي الصخيرة، هاي خدمات في تونس معناها الجوية، هاي المزد هذا الغاز دو شيست، واعتقد وانا تبحث على حلول سهلة باش تواجه الأزمة، ولكن حلول مخطرة على تونس ومخطرة على مستقبلها. وقت اللي نعلموا اللي احنا اليوم تونس تنتج تقريب 65,000 70,000 برميل سنويا، إذا كان ناخذ بعين الاعتبار تزايد كذلك الاستهلاك في تونس، وقتها ندرك الأهمية متاع البحث بصفة عامة على موارد طاقية إضافية. في حين منعت عديد الدول الأوروبية كفرنسا وكندا منح رخص لاستخراج غاز الشيست وهي من الدول العظمى اقتصاديا، تمنح تونس اليوم هذه الرخصة. عواقب ذلك قد تكون كارثية حسب ما أكده الخبراء، فهل ستقدر السلطة المعنية على التجند اقتصاديا وتقنيا لتفادي ما قد ينجم عن ذلك من أضرار وتتحمل مسؤولية ذلك؟